السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرات السادة مشاهدي برنامج الأرض على قناة مصر الزراعية، أهلا بكم في حلقة جديدة. اليوم حلقتنا النهاردة أيضا حلقة تفاعلية ومهمة لهواة الاستثمار في المشاريع سواء الصغيرة أو المتوسطة أو حتى الاستثمارية الكبرى. حلقتنا النهاردة تكملة للحلقة اللي عملناها مبارح وسجلناها قصدي الأسبوع الماضي في معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة التابع لمركز البحوث الزراعية وتحديدا من قسم الميكروبيولوجي، وتحديدا أكثر من وحدة مصغرة أو نموذج مصغر لإنتاج الطحالب البحرية. قالوا لنا في الشهور والسنوات القريبة الماضية ازرعوا المورينجا تصح ماليا وصحيا وتصبح أثرياء، قالوا لنا ازرعوا الجوجوبا لتجنو السائل الذهبي الأخضر لتنتقلوا من خانة الفقر إلى خانة الستر على الأقل، ثم قالوا ازرعوا الجطروفة ففيها فوائد كثيرة، ثم هلت علينا بشائر الطحالب الخضراء رأيناها في تجارب صحفية وإعلامية كثيرة، منها المتواضع ومنها القوي، وقمنا بدورنا في برنامج الأرض على قناة مصر الزراعية بتوثيق إحدى هذه المشاريع الجيدة الواعدة. هل فشل من زرعوا المورينجا والجطروفة والجوجوبا؟ لا، إن نتائج البحث العلمي دائماً غنية، وليس معنى أن تحقق نجاحا إعلاميا ونجاحا تجاريا نحكم عليها بأنها فاشلة، لكن النتيجة فعلا المحصلة تقترب من أن تكون صفرا في بعض الخانات، وقد تكون أرقاما متواضعة لا ترقى لمستوى التبجيل ولا ترقى لمستوى الاحتفال. وعلى الرغم من أن زراعات المورينجا والجوجوبا تصب كلها في صالح أهداف عالمية تتعلق بالتغيرات المناخية وإنتاج وقود حيوي يريحنا من صفعات التغيرات المناخية، إلا أن السوق لم تحظى باستقبالها الاستقبال الذي يليق بقدرها بحثيا وعلميا وحتى استثماريا. طيب ماذا نحن اليوم صانعون بتجربة الطحالب الخضراء؟ الطحالب الخضراء قيل أنها غذاء كافي، قيل أن بها محتوى لا يقل عن 70% من البروتين النقي، قيل أنها المادة الغذائية النباتية الوحيدة التي تحتوي على السلسلة الكاملة لمجموعة الأحماض الأمينية التي يتم تمثيلها في الجسم كغذاء أو كصافي غذاء بروتيني يفيد العضلات والنماء الجسماني بشكل عام. يا ترى هل ستلحق تجربة الطحالب الخضراء بسابقيها من الزراعات الحديثة مثل الجطروفة والجوجوبا وأخيرا المورينجا؟ من زرعوا المورينجا فوجئوا بأنهم مطالبين بأن يذيبوا إنتاجهم من أطنان المورينجا في مياه ثم يشربوها. إذن فما العيب؟ العيب كما بحثنا ورأينا في عدم تطبيق القاعدة الاقتصادية الذهبية المعروفة التي تقول اعطني سوقا أبني لك مصنعا، والمصنع ليس هو المصنع التحويلي بالضرورة وإنما أيضا الزراعة، فالزراعة أصبحت صناعة منتج غذائي يعتمد كل الشروط المتاحة لكي يخرج منتجا غذائيا آمنا خاليا من المسببات المرضية. والطحالب البحرية اليوم هي موضوعنا، سجلنا عنها حلقة وأزعناها في الأسبوع الماضي على قناة مصر الزراعية، حققت مشاهدات جيدة وحققت ردود فعل طيبة، دعتنا بالضرورة إلى استكمال الموضوع لكن من الجانب التسويقي. نجح علماؤنا في مركز البحوث الزراعية
من التوصل إلى كيفية إنتاج الطحالب الخضراء بدون مبالغة وبدون غش تجاري، لكن كيف نحول هذا البحث إلى علم تطبيقي نافع يتحول إلى مشاريع صغيرة ومتوسطة تبدأ من خريج صغير في البيت، على سطح البيت، في بدروم عمارة، في بلكونة، وتنتهي إلى مشاريع استثمارية كبرى تستهدف تصدير منتجاتنا منها، خاصة أن ثقافتنا الغذائية في مصر لم تستلهم بعد ولم تتسع بعد لاستيعاب إنتاجنا الحالي من الطحالب البحرية، كما فعلا سقطنا عمليا في تجربة المورينجا، وهو نبات صحي وعشبة صحية تتبع النباتات الطبية والعطرية، وقد تغنى بها العالم، دول كثيرة تغنت بها وحولتها إلى مشروبات تدخل في الفنادق وفي المطاعم وفي المنازل، وقيل أن بها أكثر من 20 فائدة صحية، منها ما يتعلق بحماية الجهاز المناعي ثم ما يتعلق بالجهاز الذهني من الزهايمر. اسمحوا لي أن أنا بدل ما أتكلم لوحدي هستضيف ضيفين عزيزين، أحدهما الأستاذة الدكتورة سهى مصطفى، أستاذ الميكروبيولوجي بقسم الميكروبيولوجي في معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، وهي المشرفة على البحث، وهي التي استضفناها في حلقة الأسبوع الماضي لتستكمل الحديث في الحلقة التي قيل أنها لم تشبع مشاهديها. ضيفي أيضا الثاني مهندس مستثمر يعمل في المجال التطبيقي لتحويل البحث العلمي في الطحالب الخضراء إلى كبسولات وأقراص ومستحضرات تجميل ومكملات غذائية، بالفعل عرفت طريقها إلى الأسواق. تابعوني بعد الفاصل، حلقة مهمة من أجلكم. اهلا بكم مره تانية. زي ما قلنا في المقدمه، طبعا النهارده الضيفين العزيزين بتوعي انا جاي اواجههم النهارده، اقول لهم يا ترى معاكم بحث علمي في الشنطه او في الكتب نخليه زي ما هو، ولا معاكم هديه للباحثين عن العمل، للطامحين في فتح باب الرزق؟ برحب بضيفي العزيزين. اولا ليديز فيرست، الأستاذة الدكتورة سهى مصطفى زي ما قلت لكم، أستاذ الميكروبيولوجي في قسم الميكروبيولوجي بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة التابع لمركز البحوث الزراعية. أهلا بحضرتك يا دكتور، شرفتينا أول المرة الأولى في الاستديو. الأسبوع اللي فات كنا عندكم في المعهد. وضيفي العزيز الثاني هو المهندس شريف محمد زكي، اسم محمد زكي ده عزيز علي، رئيس مجلس إدارة شركة هوب واي أو طريق الأمل، وهي الشركة المتخصصة في إنتاج الطحالب وتحويلها من بحث علمي إلى مشروع تطبيقي. أهلا بحضرتك. المرة الأولى اللي تتكلم فيها عن مشروعك، ولا تكلمت في قنوات قبل كده؟ لا، المرة الأولى اللي تكلم فيها عن مشروعي. طيب الحمد لله. دكتورة سهى، المرة اللي فاتت زرنا الموبايل سيستم بتاعكم، مشروع الصغير بتاعكم، وشفنا واتفرجنا والحمد لله عملت ردود أفعال طيبة جدا، بس الناس بيسألوني تكلفة كام؟ هو الأرباح دي بصحيح ولا لا؟ فعاوز قبل ما أدخل عند التكلفة والبشمهندس بقى اللي جاي النهاردة يقول لي لا ده تكلفتها كذا وبتربح كذا بشكل واقعي وليس عاطفي، تقولي لي مدخل كده صغير تاني، إيه هي عشان اللي ما شوفوناش، إيه هي الطحالب البحرية وإيه فوائدها في عجالة؟ طيب إحنا بنتكلم دلوقتي عن الطحالب البحرية الدقيقة، او هي الطحالب الدقيقه، هي اللي احنا بنشتغل بيها، هي ما تعتبرش طحالب بحريه، تعتبر فريش ووتر، يعني بتاعه الميه العذبه. ليه؟ لان احنا بنشتغل بيها كاسمده كمان، فما نقدرش نرميها على ميه مالحه تقوم تزيد كده. حضرتك نطيت خطوه، انا عاوز هي ايه الاول، هي ايه للناس اللي هيشوفوها؟ الطحالب هي الكائنات الخضراء الدقيقه اللي بنشوفها في الميه، ملونه في الميه. حضرتك لما بيبقى في اي مصدر ميه نزل على اي حيطه سوري يعني بتبقى ناشفه، بص تلاقي انما الخضار ده، الخضار ده طحالب. يعني الطحالب دي موجوده في كل انحاء الارض، في الصخور، في الميه العذبه، في الميه المالحه، في الميه العاليه السخونه، الطحالب موجوده في كل مكان محيط بنا في الارض. يعني هي كائن حي دقيق، احيانا بنشوفه في الواقع نقرف منه، لكن لو كشطناه كده تمام
وقدرنا نعمل له عمليات تعقيم او تطهير او تنظيف وناكله مباشره، هيكون قيمه غذائيه للانسان. يبقى كل طحلب او كل كائن من ده احنا بنستخدمه حسب خصائصه اللي احنا تم دراستها وتم تطبيقها اكتر من مره وفي اكتر من ارض وفي اكتر من ميه، بحيث ان احنا بنعتبره بعد كده منتج. المنتج ده يا اما بيبقى منتج غذائي للانسان زي السبيرولينا اللي احنا حضراتكم ان شاء الله هنعرض على حضراتكم تركيبها الكيماوي المتميز مقارنه بال يعني نقول ايه المواد البروتينيه الاخرى. فلما بنلاقي المنتج وصل لدرجة يعني جودة، وإحنا كمان بقينا في يعني عندنا خبرة كبيرة إزاي نحوله لعدة منتجات كده، بيبقى إحنا عملنا قيمة مضافة. يبقى إحنا الأول اكتشفنا الأورجانيزم أو الكائن نفسه، وبعدين دورنا وبحثنا عن خصائصه اللي إحنا كزراعين بنهتم بيها أو حتى كصيادلة أو علميين، وبعد كده بعد دراسة خصائصه بننقي كل يعني بنشوف نوظفه للحاجة اللي احنا عايزين نستفيد منه فيها، إذا كان معالجة مية، إذا كان تحلية مية، إذا كان إنتاج طاقة، إذا كان إنتاج أسمدة، إذا كان إنتاج أعلاف أو أغذية أو ملونات غذائية طبيعية للإنسان. بشكر حضرتك يا باشمهندس شريف. أنت أمنت بالفكرة وشفتها أكيد وسمعت عنها، طبقتها إزاي عندك ووصلت لإيه؟ بدأت بإيه ووصلت لإيه؟ وبتستهدف إيه؟ الأول فكرة أنا خدتها عشان أكلم حضرتك بالأمانة، خدتها من منطق إنها حاجة فايدة للبشر وكل اللي على الأرض. بمعنى السبيرولينا ما هيش هيومن بس، ما هيش خاصة بالإنسان بس، بالإنسان بس، لا دي للحيوان وللنبات. في النهاية كلها راجع للإنسان. بالظبط. أنا اللي عرفته عشان شجعني الحدوتة دي، أولا اللي اكتشف الموضوع ده الاكتشاف الحقيقي كان جماعة وكالة ناسا. وكالة ناسا؟ لأن وكالة ناسا في حاجة و60 كانوا عايزين يطلعوا القمر ومش لاقيين أكل ياكلوه. فلما تبقى عنده في 5 جرام فقط من المادة، واخد بال حضرتك، فيها 11 فيتامين و11 معدن وجميع الأحماض الأمينية اللي محتاجها الجسم، وفيها أوميجا 3 وأوميجا 6، واخد بال حضرتك، فيها البيتا كاروتين أعلى سورس لفيتامين A، والبيتا كاروتين ده اللي هو أنتي أوكسيد يمنع الخلايا السرطانية من الانتشار في الجسم، فيها نسبة فيراتين الحديد اللي فيها بيخش على الدم مباشرة، وان منظمه الصحه العالميه يعني علاج قوي للانيميا كمان، عندنا طبعا مصابين بالانيميا كتير في مصر وبيدوروا لها على علاج. مفيش يا باشا، انا بقول لحضرتك مش الانيميا وبس، لما تبقى منظمه الصحه العالميه عالجت ناس من الانيميا في تشاد بالسبيرولينا، خلاص دي واحد. دي معلومات، منظمه الصحه العالميه عالجت فقراء يعني جائعين عندهم انيميا مصابين بطبعا نقص غذائي حاد اكيد جدا بالطحالب الخضراء. بالطحالب الخضراء. نعم. ازاي بقى حضرتك؟ حتى للبنات وللحوامل وللاطفال، لان الاطفال او البنات وهم في بدايه حياتهم ده اكله وده ماكلوش، ده ينفع ده نفسه مش جاي عليه، لكن هي بتدي لها كل حاجه. لما اقول لحضرتك ان هو فيه فيتامين B1 B2 B6 B12 وB12 اللي فيها 4 أضعاف اللي موجود في كبدة الخروف كمان. معلومات يا جماعة اسمعوا، أقول لحضرتك إنها فيها نسبة كالسيوم عالية جدا. فيتامين بي 12 الموجود في الطحالب الخضراء أعلى 4 مرات من فيتامين بي 12 في كبدة الخروف. لما أقول لحضرتك إن نسبة الامتصاص للبروتين فيها بنسبة 70% بينما نسبة الامتصاص البروتين الموجود في اللحمة 15%. تاني دي يا باشمهندس معلش برضه نركز عليها للساده المشاهدين. نسبة الامتصاص، امتصاص البروتين للجسم، يمتص البروتين اللي فيها بنسبة 70% بينما يمتص البروتين الموجود في اللحمة بنسبة 15%. يعني صورته ميسرة أكتر من اللحمة اللي بناكلها، اللي بنلغاها وبناكلها ولها مخاطر كتيرة جدا زي ما أنتم عارفين. لو أقول لحضرتك إنها بتستخدم ماسك للوش، دي معروفة دي ماسك الوش، لا ده غير انها ماسك بس، مش مجرد انها ماسك، انها بتوفر لي السان بلوك، واخد بال حضرتك، لا
ده هي كمان بتعالج بالماسك الوش، بتعالج الحبوب وحب الشباب اللي موجود، وبتعالج بالأكزيما. واخد بال حضرتك؟ لو أقول لحضرتك إن نسبة الكالسيوم فيها أعلى نسبة كالسيوم موجودة، هندخل على شاشة عظام كمان، خلاص ده كل حاجة. طيب يا باشمهندس معلش بعد إذن حضرتك، بعد إحنا النهاردة يغيب عننا المصدر الطبي اللي يقيم معلوماتنا دي في الميزان، والمعلومات دي قد تكون متاحة على محرك البحث جوجل في الانترنت، تمام، وكلنا نقدر نجيبها. لكن هل حضرتك انتجت الكلام ده وجربته وتعاملت مع شركات ادويه فاخدوا منك والفلوس اشتغل نتيجه طبيعيه لنجاح شغلك؟ بس انا عاوز كلام عملي في الجون كده، نجيب اجوان. انا عاوز محمد صلاح النهارده على الترابيزه دي. بص يا حبيبي، الكلام العملي اللي يجيب اجوان، اللي حصل حضرتك ان انا فوجئت ان السبيرولينا اوروبا كلها بتستخدمها، شرق اسيا بتستخدموها زي التمر الصبحيه، وللاسف ما فيش اي معلومه كامله عنها هنا. فلما اجي اقول مثلا حضرتك ان فرنسا بتنتج 20 طن وده يشكل 15% من انتاجها ومن استهلاكها. 20 طن ولا 20,000 طن؟ 20 طن. 20 طن يا فندم. ده حضرتك، ده الدكتور كمال مكلمني امبارح بيقول انا لوحدي عندي 4 طن لوحده. انا بقول ال 20 طن دول، انا بقول لحضرتك 20 طن هي بتستهلك 130 طن. ال 130 طن دول انت حضرتك ببساطه شديده عشان اقول لك الاستهلاك يعني ايه. انت استخدامك للسيرولينا بتاخد 5 جرام. للفرد. للفرد. ده يوميا. احتياجات الفرد من فطر السبيرولينا يوميا 5 جرام فقط. هل دي ممكن تمد الجسم بكامل احتياجاته من البروتين بالكامل يوميا؟ بالكامل. يعني لو ما اكلش لحمه دي يعني التابلت او الكبسوله اللي انا باخدها دي تغنيني عن تخيل اللحمه طول اليوم؟ ان اللي اكتشف الموضوع ده وكاله ناسا، ان التابلت اللي بياخدوه ده هو بيغنيهم عن الاكل، لان ما كانش عندهم اكل فوق في الفرع ولا كان عندهم لحمه ولا بتاع الكلام ده كله. طيب برطمان تابلتس او مش برطمان، او كبسوله من الطحالب اللي انا شفتها في الحلقه اللي فاتت وصورناها، تسمح بكام؟ تسمح لي اقول لحضرتك، انا النقطه دي هي اللي انا مهتم بيها واللي انا دخلت عشان الاسبيرولينا. ايه هي حضرتك؟ كيلو الاسبيرولينا ده يقعد حضرتك 6 أشهر و20 يوم. يعني ايه قعدني؟ يعني تستخدمه 6 أشهر و20 يوم يغنيني عن اكل اللحمه 6 شهور. الخمسه جرام اللي انت بتاخدهم دول الصبح، واخد بال حضرتك، يقعدوا معاك بالكيلو ده 6 شهور انت كفرد. يعني الكيلو تقسيم الخمسه جرام يديني 3 × 6 = 180، يعني 200 يوم. الله يفتح عليك. 200 يوم. ما هو 1000 على 5 فال 200 يوم. بالظبط كده. وما اشتريش لحمه ولا اكل لحمه خالص 6 شهور و20 يوم. على مسؤوليه مين يا دكتور؟ على مسؤوليه انزل البحث في جوجل وانزل على الدكاتره، واخد بال حضرتك، تلاقي المؤتمرات الصحيه العالميه، واخد بال حضرتك، دي غذاء الفقير. طيب انا عندي معلومه طبيه بتقول، انا مش طبيب لكن عندي معلومه طبيه بتقول ومؤكده، انه العضلات التيشوز بتاع العضله بتاع جسم الانسان او الحيوان او الى اخره فيها نوع من الأحماض الأمينية المسؤول عن تكوينها لا يتوافر إلا في اللحوم الحمراء. فمعناها لو أنا أكلت أو أخذت الطحالب كبديل للحوم الحمراء أنا مش هيحصل لي وهن عضلات وارتخاء عضلات؟ أنا هقول لحضرتك الحتة دي. ولا عاوز تقول لي إن الرياضيين بيعتمدوا عليها كمان؟ أقولها لك. الرياضيين بيعتمدوا عليها كمكمل غذائي. خلاص؟ اعتماد كلي وهي بدون أي سايد إفكت. هقول لحضرتك المعلومة الطبية الجميلة اللي حضرتك قلتها. طبيا زي ما الدكاتره بيقولوا لحد سن 40 سنه انت بتاخد اللحوم الحمراء ليه؟ عشان اللحوم الحمراء بتعوض الفاقد من الخلايا وتنتج خلايا جديده. تمام؟ طيب بالنسبه للبروتينات الموجوده في الحاجات الزراعيه زي العدس وزي الفول وزي الكلام ده كله بيعمل ايه؟ ما في بروتينات. البروتينات دي بتعوض الفاقد بس من الخلايا. يعني عمر ما يجي لك انيميا، عمر ما يجي لك سواد تحت عينيك، عمرك ما تحس ان انت خسيت. بس انت خاسس الكيلو الكيلو ده ثمنه 400 جنيه. لما يقعد معاك 6 شهور و20 يوم
يعني معناها تكلفه 2 جنيه يومي. تعرف حضرتك علميا بتقول ايه واقتصاديا بتقول لي ايه؟ علميا واقتصاديا بتقول لي ايه في قناه تملكها الدوله ويملكها جهاز مسؤول عن الامن الغذائي المصري؟ احنا عندنا نقص في اللحوم الحمراء بما يعادل حوالي 500,000 طن لحمه، نص مليون طن لحمه حمراء بنستوردها من بره، وبنحاول نعمل ميزانيات لتشجيع مشروع البتلو عشان انتاج اللحوم الحمراء. اذا الطحالب البحريه تسد العجز في البروتين تمام في مصر. انا عندي نقطه تانية بعد اذنك. لا استناني بقى، الدكتوره هتزعل مننا، احنا مش جايبين منها تمثيل مشرف. تكمله لكلامك اتفضل. انا عندي 40% تحت خط الفقر في مصر ما يقدروش يجيبوا لحمه، بدل ما يروح يشرب سجاير دي ما حصلتش 8 سيجاره. دي المهمه بقى بالنسبه لي. طيب معلومه كويسه برضه، لان لما تبقى ال 5 جرام 8.2 جنيه استغنى عن سيجاره، استغنى عن سيجاره يوميا وكلك 5 جرام طحالب بحريه تغنيك عن الفقر الغذائي والموت جوعا، صح كده؟ بالظبط. وتعمل لك حاجه مهمه كمان، بترفع المناعه الطبيعيه في الجسم. قلناها الدكتوره هتزعل منك بقى، الدكتوره رشحتك ومش جايه تمثيل مشرف. هاتي جون يا دكتوره اتفضلي. هو الجون، هي الجون جايبه السبيرولينا مش اي حد تاني. كويس ماشي. ما هو السبيرولينا جايبه جون في انها اولا يعني ما حصلش على اي في اي ابحاث ان ظهرت لغايه دلوقتي. الاماره ايه؟ ما حدش يعرفها في المصريين. ما هو الاماره ان المصريين في ثقافه جديده، احنا مسؤولين ان احنا ندخلها لهم بطريقه مظبوطة وبطريقه علميه وبطريقه كمان تطبيقيه كويسه. عشان كده سيادتك اتعمل النموذج اللي في مركز البحوث الزراعيه، وهو مش اول نموذج طبعا، في اساتذه لينا سبقونا، بس احنا بنعمل من ناحيه الوجهه الزراعيه البحته او الزراعيه اللي تخدم باقي القطاعات. زي ايه؟ زي الصيدله، زي الاسمنت، زي ما قلت لحضرتك، بدليل ان لكل نوع من انواع الاستخدامات دي. يا استاذ محمود زيدان ارجوك افتح لنا الهواء وحط لنا تليفوناتنا على الشاشه عشان اللي عاوز يسال يعمل المشروع ده ازاي وبكام وينفذه ازاي، لان عندنا معلومات مهمه لسه جايه. في بعض السلايدز اللي هتعرض على حضراتكم هتلاقوا مثلا ان طريقه التنميه بقت في اكياس افق راسيه كده او حاجات، دي علشان تبقى محكمه وتبقى لتغذيه الانسان. غير كده بيبقى زي في الاحواض المكشوفه، دي بتبقى للاسمده وللاعلاف. دي حاجة. الحاجة الثانية، احنا طبعا ان شاء الله يعني لو تسمح لنا بعد كده بإذن الله، في صيادلة عملوا لها تحليلات. احنا بنعرض مشاريع الطحالب. هو ده اللي بقصده سيادتك. ادي الانابيب دي، او دي عباره عن اكياس عاديه جدا، كل كيس يعني بيحتوي على 15 لتر طحالب. مجرد ما بنخلص الشغل بيه خلاص بيترمي وخلاص، يعني معنى كده ان هي ما بيدخلهاش اي ايدين اي انسان يشتغل فيها. بعد كده بتدخل على مراحل التجفيف العاديه، وبتتعمل تابلت او تتعمل الكبسول، تعمل اقراص او كبسول. بالظبط. نعم. بالظبط. او تضاف الى العجائن علشان هاي الاقراص. أيوه. باينه دي اللي انا اخذت منها. أيوه. الاسبوع اللي فات. ايوه. يعني ممكن دلوقتي ان احنا ندعم، ودي ان شاء الله لازم اقول لحضرتك برضو ان احنا بنشتغل يعني يد تنتج ويد تبحث. الانتاج بالنسبه لنا مين يا فندم؟ نصر من الشرقيه، اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا محمود بيه؟ الله يخليك. نقطنا يا بيه، يلا بسرعة، اتفتح باب النقوط. عاوز تعمل سبيرولينا ولا لا؟ والله. طب اتفضل امورنا. انا يعني عاوز اخد الدورة بتاعت الطحالب دي واعمل المشروع ده. طيب اهلا بيك. الاستاذ الدكتور علي اسماعيل في الحلقة اللي فاتت اعلن انه معهد بحوث الاراضي والمياه والبيئة بينظم دورات مجانية للتدريب على إنتاج السبيرولينا كمشروع. فحضرتك احنا هنوفر كمان الموبايل بتاع الدكتور علي اسماعيل. يا جماعة بقى هبعته لك يا محمود زيدان دلوقتي، لو سمحت يا ريت تحطه على الشاشة. وفاكس معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة نشر المرة اللي فاتت، قلناها في الحلقة اللي فاتت، وأهلا بحضرتك. اتفضل. طب ممكن سيادتك يعني مثلا تفيدنا عن القرض، لو عايزين قرض مثلا. والله امبارح تحديدا كنت مع مسؤولين في البنك الزراعي المصري، وده بنك وطني مهتم جدا باحياء المشاريع الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر، وبنقترح معاهم ان هم المتاهلين من دورات
معهد الأراضي في السبيرولينا إن هم بالفعل يشوفوا آليات إقراضهم أو تمويلهم في هذا الأمر مع عقود ثلاثية أيضا علشان اللي تنتجه يوفروا لك مصدر أو مصنع له عشان ما تنتجش وترمي في الهواء. البنك الزراعي المصري عنده بالفعل عنده بصراحة برامج مثمرة جدا ومبشرة جدا بالخير. عند حضرتك حاجة تانية استفسار تاني؟ لا شكرا يا استاذ محمود، شكرا، اشكرك جزيلا، شكرا جزيلا. ننقل الكرة لل في نقطة مهمة جدا، انا اتكلمنا على الهيومن خلاص الانسان ده من الانسان خلاص. طيب في مربع بيبقى ممتاز جدا، ايه هو المربع ده؟ احواض سبيرولينا، صوب للخيار هيدروبونيك مش هيدروبونيك اكوابونيك زي ما تقول الصوب او الزراعيه العاديه ممكن اخد منها على الارض الصوب الزراعيه الصوب الزراعيه اللي موجوده والدواجن والابقار. هي السبيرولينا بتعمل ايه؟ بترفع المناعه الطبيعيه للبني ادم وللحيوان وللنبات، فمعنى كده ان مفيش اصابات بالامراض او الفيروسات. تعرف يا باشمهندس هي الميزه الوحيده في قناه مصر الزراعيه. ايوه فعلا، والعبد لله ان انا اساسا مهندس زراعي. ايوه فعلا، ان انا هطبق القاعده بتاع اعطني سوقا ابني لك مصنعا. بالظبط. انا النهارده كنت مع برضو المهندس محمود العنان رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وساوعدك ان انا سابحث معه ايضا اليه للدخول في موضوع الزراعات التعاقديه مع البنك الزراعي المصري كطرف ثالث. بالزبط. تمام، لتبني هذه المشروعات وانها تاخد انتاجكم للشركات اللي هي اعضاء في اتحاد منتجي الدواجن اللي عندها مصانع اعلاف، ودي مهمه جدا، وايضا لديهم مصانع تعمل في الادويه البيطريه. وانا كلمت الدكتور مجدي حسن رئيس مجلس اداره الشركه الدوليه للتبادل التجاري الحر، وهو نائب رئيس الاتحاد ايضا، وهي شركه تعمل في مجال الادويه البيطريه واللقاحات البيطريه، وقال لي احنا عندنا استعداد ندعم البحث وندعم الانتاج وناخد الانتاج ده للمصانع اللي احنا بنتعامل معاها لانتاج سواء ادويه بيطريه او ادويه بشريه. شكر مجهود جدا، بس في احلى بقى كمان من كده. هات اقدر اقوله لك. مين معانا لو سمحتوا يا شباب؟ عشان محمود من البحيره. اهلا يا حاج محمود. الله يكرمك يا امير. اتفضل. انا عندنا ارض شاريين ايه وفي خلافات بين الورق وبعض وما خدوش كارت الفلاح. لا ده موضوع تاني خارج حلقتنا، لكن نوعدك هتتحول للكنترول. حضرتك سيب اسم خدوا تليفونه يا زملاء في الكنترول ونبعته للدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة عشان يشوف مشكلته. اشكرك يا حاج محمود. سيدي الفاضل، انا لما باجي ارش بيها الزراعة انا بقلل الامراض اللي فيها. ده انت محمد صلاح فعلا، انت بتنقلني من ملعب لملعب. لا لا، ما انا يعني الحته دي مهمه قوي كمان، لان انا جربتها تجربه مع واحد. نعم. عنده صبار، عندنا الاتحاد العربي للاسمده، وعندنا غرفه صناعه الاسمده في مصر، وعندنا مصانع اسمده كتير جدا جدا، ده سمات حيوي طبيعي. تمام، ده سمات حيوي طبيعي. ممكن برضه نعمل لينك مع الناس دول. انا كمزارع بشتري كيلو الطحالب المغشوشه، والله ما فيها 10% طحالب، بتبقى شكاره هيومك او وات ايفر. تمام، بالظبط كده. شكاره الهيومك دي كلها بنشتريها الكيلو بكام مثلا؟ ب 50 في 25 ب 750 جنيه. هي فيها نص كيلو طحالب وفيها ريحه الزفاره، ويقول لك ده طحالب وهي مش طحالب. سيدي الفاضل، اخد محمد من المنوفيه الاول. اتفضل يا محمد. ازيك يا استاذ محمود، اخبار حضرتك؟ الله يبارك فيك يا فندم. مع حضرتك محمد زاكن الشلال. يا اهلا وسهلا يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك. اتفضل. حضرتك احنا من المعجبين خالص بالبرنامج بتاع حضرتك، وبصراحه حبينا نشارك في تطوير مشروع الطحالب. احنا شركه توريدات زراعيه وشركه انشاء صوب، ومستعدين ان احنا نقف مع كل مستثمر بالنسبه لمشروع الطحالب، ان يكون تنفيذ الصوب من خلال الشركه يكون بالتقسيط. عاوز ايه اكتر من كده؟ ده نقوط كده، شوف النقوط جاي لك من كل حته. ما عندكوش اي الله، ده خاص بالعملاء باذن الله المتابعين والمطورين في البرنامج بتاع حضرتك والبرنامج الوطني. يا باشا والله نشكرك على النقوط الجميل ده ونرده لك ان شاء الله في الافراح يا باشمهندس محمد. شكرا.
حضرتك. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. عاوز ايه اكتر من كده يا عم؟ الله اكبر. الناس كلها قاعده بتنقط، اللي مع اللي ما عندوش قدره على الصوبه، الصوبه حضرتك جايباها في الدراسه تكلفتها غاليه قوي على فكره. يعني احنا جايبين، لا لا بلاش الصوبتين. انت قلت صوبتين ب 195000 جنيه. لا الصوبتين ب 195000 ولا الصوبه ب 195000. المستلزمات بتاعتهم يا فندم وتجهيز الصوب للانتاج دي هي اللي بتسمح لي اقول عليها بقى دي. اتفضل. بتفاصيلها. اتفضل. خلاص؟ انا دلوقتي عشان اعمل حوض، خلاص؟ وحوض يديني انتاج، بخلي الحوض 6 متر ب 50 متر. ده 6 في 50 ب 300 متر، متر مربع في نص متر. قالت لي المره اللي فاتت يعني 150 متر مكعب ميه. لا 100 متر مكعب ميه بالظبط، لان انا النص انت بتسيب شويه. بتسيب نصهم فاضي. انا ارتفاع السبيرولينا عندي 35 سنتي فقط. يعني انت بتسيب حوالي ثلث الديب ده، ثلث العمق للشغل. لا غير كده، ال 35 هي ارتفاعها اصلا ما يزيدش عن 35 40 سنتي بكتير قوي. ليه؟ يا دوب العامل النازل يغوص باقدامه كده وهو بيصطاد او بيقلب او بيعمل. عندي يعني صور خاصه بالحدود. يا ريت عندكم لو صور يا جماعه تعرضوها لنا. بس اللي افضل من كده، انا هي بتعتمد، هي كائن اخطر بتعتمد على ايه؟ بص حضرتك على الضوء، علشان البلاستيدات الخضراء والتمثيل الضوئي تاخد تجيب كربوهيدرات سكريات مجانيه تعيش يعني عليها. يعني الضوء التمثيل الكلوروفيل بتاعها عالي قوي. وبتدي نسبه اكسجين عاليه قوي، فلازم الضوء يوصل لها حتى في القاع. فانا بعمل ايه؟ التقليب اللي شايفه بالبدال ده دلوقتي اهو، واخد بال حضرتك، بيجيب اللي تحت فوق اللي فوق تحت، وبيعمل نوع من الحركه عشان ما تركنش. عدم الركن ده عشان ما تعفنش، عشان اللي تحت يطلع ياكل، وعشان ما تعفنش، ما ينفعش يعمل لي عفن. الله يفتح عليك. فدي الحركه دي. العفن ده فطر ضار ممكن يقضي على لا 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 هي برضه بس اتحللت. بس الفكره ايه؟ ان انا دلوقتي عايز اللون ده، شايف اللون الاخضر المترق ده في الحوض؟ هو ده اللون الطبيعي، هو ده المنظر الطبيعي بتاع السيرولينا. خلاص. طيب معلش هاخد السيد من الاسماعيليه. اهلا يا استاذ سيد. السلام عليكم يا استاذ محمود. عليكم السلام، اتفضل. انا والله ممتع لما بسمعك والله يا استاذ محمود والله. الله يكرم اصلك، وانا ببقى سعيد جدا لما حضرتك تقول لي كده، لانك انت وطني وطني يا استاذ محمود والله. الله يكرمك، وانت مثلي واكتر ان شاء الله. اتفضل. ازيد فضلك يا باشمهندس. يعني عاوزين نشوف الموضوع ده سيادتك، ان الاتحاد انت عارف ده نعمله ولا نعمله ازاي ولا ايه؟ ما هو مش مطلوب منك اكتر من كده، علشان ما تشتغلش لوحدك وترجع تندم. هتروح معهد بحوث الاراضي والمياه والبيئه، وده في الجيزه في مركز البحوث الزراعيه. هتقابل الاستاذ الدكتور علي اسماعيل، هيقابلك بالاستاذه الدكتوره سهى. هتدخل ضمن دوره تدريبيه مجانيه، دوره تدريبيه مجانيه، وهتاخد منها ما يفيد انك اجتزت هذه الدوره، شهاده مكتوبه من مركز البحوث الزراعيه. في الوقت ده يا عندك فلوس وتقوم بيه لوحدك، يا نشوف آلية لإقراضك من خلال البنك الزراعي المصري، أو آلية يعني إن شاء الله كده يبادر بها الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والمهندس محمود العناني، والدكتور مجد السيد، والمهندس أنور العبد المجلس الجديد، أنهم يشوفوا آلية بالفعل للدخول في عقد ثلاثي مع منتجي الطحالب لإدخالها في مشروع الأعلاف. اشكرك يا استاذ سيد. لو عندك استفسار تاني اتفضل. ليه استفسار تاني يا استاذ محمود؟ يمكن خارج الموضوع، بس سيادتك يمكن انت تساعدني فيه. زي بعض امورنا. انا كان ليا تعويضات سيادتك عند شركه من 2010 سيادتك يا استاذ محمود، وحاولت الاتصال مع الدكتور حامد، والراجل تفضل مشكورا واستدعى وكيل وزاره الزراعه بالاسماعيليه. ليا تعويضات من 2010. يعني التعويضات دي التعويضات متعلقه بكيان يتبع وزاره الزراعه؟ تمام، وزاره الزراعه، لان حصل عندي اتلاف من الميه الحاجه من شركه. طيب هستاذن حضرتك برضو، سيب تليفونك في الكنترول، وان شاء الله نحول شكواك الى الوزاره ان شاء الله. اشكرك يا حاج سيد، اتفضل يا بيه. دلوقتي انا عندي مستهدف اللي انا عايز اصدر لاوروبا والاتحاد الاوروبي. انت جبت نقطه حلوه قوي. يعني فرنسا هذه الدولة المعنية بالجمال والتجميل وصناعة التجميل والصحة في العالم، بتستهلك 130 طن. يعني الكباسة بتاعها 130 طن، هي ما بتنتجش الا 20 طن. يعني انا عندي كده نسجل 110 طن عجز في السوق الفرنسي لوحده. الله يفتح عليك. بتاخدها من امريكا وبتاخدها من الصين. طب احنا نقدر ننتج قد ايه؟
احنا عايزين ننتج احنا الاول اللي يغطينا. امكانياتنا تنتج قد ايه؟ ما هو ده اندبند التكلفه تمام والاراده. الاراده موجوده التكلفة. الدوله هتشجعنا لان احنا عندنا نقص في مجال البروتين بشكل عام. بالظبط. تعرف يا باشمهندس احنا الشعب المصري لو ثقافته الغذائيه تتجه نحو المنتجات الصحيه زي مثلا الزيتون. والله المورينجا يا اخي المورينجا مرميه، انا شفتها في اكوام على الطريق الصحراوي، والمستثمرين اللي زرعوها لبسوا في الحيطه. بص حضرتك يا سيدي الفاضل، انا لما بدي لك دي كلها مأكولات بتصنع من عايز اقول لحضرتك ان المنظر ده بالذات تشاد. ده تشاد انا الدكتوره بتاعتي كانت على الاسبيرينا من بحيره تشاد. على اساس ان كانوا الستات بيعملوها كده، بياخدوها يمكن في لقطه قبليها او بعديها، بيقفوا على النهر بتاعهم وبيجمعوها بيستضوها بالمصافي التمليريه بتاعتهم، زي ما كنا كريفيين زمان بنجمع الازوله من المصارف والترع علشان ناكلها للبقر. بس بقى البط والوز والكلام ده، الكلام ده انقرض من الريف للاسف. ومن ايام لا عاد فيه بط ولا عاد فيه وز، فهم بينشفوها وياكلوها إيه 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 إيه. بعد اذن حضرتك في حاجه مهمه جدا. ايه هي؟ انا عايز اغطي الاول عندي. يعني ايه؟ انا لما يدي لك مناعه طبيعيه عاليه انت هتوفر ادويه، هتوفر مستشفيات، هتوفر على وزاره الصحه اللي انا رايح جاي عليها. لما بيكون الجسم ضعيف لو نفخت فيه على طول الدواء والمرض والعلاج. خلي بالك يا باشمهندس، انا مش عارف يا جماعه عندنا فاصل اعلاني ولا مفيش، فوقوني الله يخليكم. احنا لو جينا نتكلم عن البصل الطماطم الجرجير الرجله الفجل، هنلاقينا بنتكلم عن حلقه صحيه تضارع كلامنا عن الطحالب. بالظبط. لكن انا بتكلم هنا عن قيمه مضافه كبيره او ما حدش يعرفها. انا لو زرعت فدان جرجير هاخد منه 2000 جنيه. لكن لو عملت نموذج اللي الدكتوره سوا اتكلمت عنه في الحلقه اللي فاتت، اصغر نموذج يكلف كام ويجيب كام، والنموذج المتوسط يتكلف كام ويجيب كام. الكلام ده هتجاوب عليه بعد اذنك بعد الفاصل عشان المعلنين ما يزعلوش مني. ماشي حاجة. خليكم معانا حضرات الساده المشاهدين، زي ما انتم شايفين انا نفسي عاوز استفيد. خليكم معانا. اهلا وسهلا بكم حضرات الساده المشاهدين مره تانية. 6 طن طحالب خضراء صافيه نظيفه بتنتج من الفدان في السنه. تكلفة الفدان يا ترى كام؟ بالبحث أثناء الفاصل وجدنا أنها بتتراوح من 2.5 إلى 3 مليون جنيه مع اعتماد أعلى وأحدث تكنولوجيا الإنتاج في العالم في هذا المجال، من 2.5 إلى 3.5 مليون جنيه. طب الفدان ده بيتعمل فيه إيه؟ فيه 7 أحواض. الحوض مساحته 50 متر في 6 متر في عمق نص متر، بحط المحلول بتاعي على 35 سنتي فقط لا غير. وجدنا ان الستة طن دول بيتباعوا في السنة بالسعر الجملة البسيط خالص. لو قلنا ب 300 جنيه المهندس مصر 350 ل 400، لا انا بقول لك خليك رحيم وبيعه ب 300، يعني 1,800,000 جنيه في السنة. اذا انا المشروع ده ممكن يرجع لي اجمالي تكلفته في سنة ونص بس. هل الكلام ده صحيح يا ترى ولا لا؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. بس بعد ما اخد احمد منين يا شباب؟ احمد من الدقهلية. اهلا يا استاذ احمد. الو، صوت شويه يا شباب، صوت يا احمد شويه. مع حضرتك يا استاذ محمود. اتفضل يا استاذ احمد. دلوقتي يا استاذ محمود حضرتك قلت ان مساحه الحوض 60 متر ب 5 متر أو 6 متر ب 50 متر. المساحة دي حضرتك مش يعني ومطلوب إن احنا نعمل حوضين. يعني احنا بنتكلم تقريباً في 600 متر. طب ما ده موضوع مواد سهلة على شاب زي حالاتي. يعني فأنا السؤال إيه؟ هل ممكن إن أنا أقسم الأحواض وبدل ما يبقى حوضين يبقى 4 يبقى 6 يبقى 8 على أساس إن أنا أوفر المساحة؟ أنت حضرتك كده بتطالبني ب 600 متر على بعض، خلاف طبعا المكان بتاع العمل ان انا بدور حواليهم. فلو انا عايز اعمل ده زي ما قلت قبل كده انت في الحلقه السابقه حضرتك، عايز اعملها على سطح بيت. هو في بيت 600 متر،
في بيت 400 متر. يا استاذ احمد بعد اذنك، وصلت رسالتك انت؟ مش احنا بنتكلم على المشاريع الاستاندر العملاقه اللي ممكن يشترك فيها 10 شباب في الريف المصري ويعملوها في اي ارض، ما ينفعش ان انا اروح اعملها على ارض سكنيه المتر فيها ب 10,000 جنيه. انا عاوز استخدمها على ارض زراعيه بيباع الفدان فيها بمليون جنيه في الريف. هنا تظهر الجدوى، لكن انت تقدر تعملها في حوض صغير في البلكونه، بس هتنتج على قدك ولها انظمه معينه. ممكن تنتج على سطح بيتك في مساحه اكبر ولها انظمه معينه، يعني كل مساحه لها تكلفه وانظمه ودخل كمان. شكرا يا استاذ احمد. يا باشمهندس احنا وقتنا بيلم. طيب انا عايز اقول لك على حته التكلفه دي عشان اريح حضرتك. اتفضل. 350 او 400 ده احنا، انما لما اروح انا لامتنان هلاقي العلبه بتاعت السبيرولينا 140 جرام ب 143 جنيه. يعني ربنا يعني جرام بجنيه احرار يبيعهم. انا ما اقصدش انا هنا في برنامج وطني في قناه وطنيه، خدت بال حضرتك، عاوز اكون رحيم بالمستهلك وبالاضافه عادل مع المنتج، يحقق ربحيه والمستهلك ما يعيطش. تسمح لي اقول لك في النقطه دي. اتفضل. هنا بقى بيدخل البحث العلمي، ان انا احاول اقلل في التكلفه بتاعه الانتاج وازود في نسب البروتين بطرق حيويه وبطرق وباضافات، يعني تخلي تقلل شويه. هي كل مشكله السبيرولينا في الاملاح بتاعتها ده خلال يا استاذ احمد ما تستاذن لنا كده الدكتور خالد، ادينا دقيقتين او اي حاجه. واخد بال حضرتك؟ فطبعا في تطوير، التطوير ده بيقلل، ما كل ما يبقى اولا يبقى في كمان منتجين زياده، هي السعر هيقل اكيد. يعني كل ما نزود الانتاج، يعني النهارده ما شاء الله عدد الناس اللي عايزين وتحت امرهم باذن الله لما يعني يتفضلوا عندنا ونعمل لهم الدوره التدريبيه، والباشمهندس برضه هيكون معانا في الدوره يدير لهم جزء. للاسف الستاره هتنزل علينا دلوقتي. طيب. والتتر هينزل وخلاص. المخرج يعني وصل معاه للنهايه. متشكرين جدا حضرات الساده المشاهدين، ده اللي كان عندنا النهارده، والموضوع محتاج حلقات كتيره جدا، والنتيجه عليكم أنتم بعد الله سبحانه وتعالى. صفوا النية واجلوا الضماير، إن شاء الله توصلوا للنتائج كويسة. المشاريع كتيرة جدا، وآلية التمويل موجودة لدى الدولة، وفي جهات استثمارية كتير وبنوك تقدر تشجعك على المشاريع، لكن دور، بلاش تقعد وتقول ده معجز، لا إن شاء الله ما فيش حاجة معجزة. في النهاية بشكركم جزيلا، وبشكر ضيفي العزيزين الأستاذة الدكتورة سهى مصطفى، بشكر حضرتك يا دكتورة، والمهندس شريف محمد زكي، بشكر حضرتك يا باشمهندس، وان شاء الله نتقابل نوسع الموضوع بحثا. يعني تحت امرك يا فندم، تحت امرك. الى هنا تصبحون على الف خير.